السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. ترتيب جدول الدوري الأسباني وترتيب الهدافين قبل إيقاف المباريات، يعني بمعنى أصح بعد الجولة 27. معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، أرجو الاشتراك في القناة وضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك وسبسكرايب لأول مرة تجيلنا، واعمل لايك للفيديو. يا رب الكرة ترجع زي الأول، ويا ريت طبعا أتمنى طبعا لكل الناس إنها تكون بخير من فيروس كورونا. بسم الله الرحمن الرحيم. في المركز الاول برشلونه ب 58 نقطه، في المركز الثاني ريال مدريد ب 56 نقطه، اشبيليه في المركز الثالث ب 47 نقطه، ريال سوسيداد في المركز الرابع ب 46 نقطه، ختافي في المركز الخامس ب 46 نقطه، اتلتيكو مدريد في المركز السادس ب 45 نقطه، فالنسيا في المركز السابع ب 42 نقطه، فياريال في المركز الثامن ب 38 نقطه، غرناطه في المركز التاسع ب 38 نقطه، اتلتيك بلباو في المركز العاشر ب 37 نقطه، اوساسونا في المركز الحادي عشر ب 34 نقطة، ريال بيتيس المركز الثاني عشر ب 33 نقطة، ليفانتي في المركز الثالث عشر ب 33 نقطة، ديبورتيفو ألافيس في المركز الرابع عشر ب 32 نقطة، بلد الوليد في المركز الخامس عشر ب 29 نقطة، إيبار في المركز السادس عشر ب 27 نقطة، سيلتا فيجو في المركز السابع عشر ب 26 نقطة، مايوركا في المركز الثامن عشر ب 25 نقطة، ليغانيس في المركز التاسع عشر ب 23 نقطة، وإسبانيول في المركز العشرين والأخير ب 20 نقطة. بالنسبة لترتيب الهدافين، يأتي عندنا في جدول ترتيب الهدافين في المركز الاول اللاعب ليونيل ميسي لاعب برشلونه ب 19 هدف، في المركز الثاني كريم بنزيما لاعب ريال مدريد ب 14 هدف، في المركز الثالث جيرارد مورينو في لاعب فياريال ب 11 هدف، ولوكاس بريز لاعب ديبورتيفو الافيس، ولويس سواريز لاعب برشلونه، وروجر مارتي لاعب ليفانتي، وفي المركز الرابع انجيل رودريكيز لاعب ختافي ب 10 اهداف، ولوكاس اوكامبوس لاعب اشبيليه، وفي المركز الخامس انتي بوديمير لاعب مايوركا ب 9 اهداف، واياغو سباس لاعب سيلتا فيجو، وخوسيلو لاعب دورتيفو الافيس، ولورين مورون لاعب ريال بيتيز، وراؤول غارسيا لاعب اتلتيك بلباو، وويليان خوسي لاعب ريال سوسيداد، ولويس افيلا لاعب اوساسونا، وفي المركز السادس دانييل باريخو لاعب فالنسيا ب 8 اهداف، وخايمي ماتا لاعب ختافي، وماكسيميليانو غوميز لاعب فالنسيا، وسانتي كازرولا لاعب فياريال، وايضا في المركز السادس ب 8 اهداف اللاعب خواكين سانشيز لاعب ريال بيتيس. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناه معلومه مفيده، قدمنا لكم هذا الفيديو، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى. اشترك في القناه ليصلك كل جديد، وفعل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.